سلام، اليوم جبت لكم وصفة المكيك. وصفة بسيطة سهلة، نتمنى تجربوها. وصفة يعني ما تاخش بزاف الوقت، طيب في 2 دقائق. يعني وصفة رائعة بسيطة، للقهوة تاع الصباح، القهوة تاع العشية. نتمنى تجربوها. بالنسبة للمقادير تاع هذه الوصفة، هي مقادير بسيطة. أنا هنا هي خذيت كاس، حطيت فيها 2 مغارف كبار تاع فارينة، زدت مغرفة كبيرة تاع كاكاو، زدت مغرفة تاع سكر. بالنسبة للسكر كل واحدة على حسب الذوق تاعو، قرصة ملح، مغرفة صغيرة تاع خميرة كيميائية. خلطت كامل هذوك المكونات الجافة، زدت ملعقة كبيرة تاع الزيت كما راكم تشوفوا، زدت حطيت معاها 2 مغارف كبار تاع حليب، خلطت مليح كما راكم تشوفوا، خلطت مليح من تحت لفوق، زدت حبة تاع بيض، خلطت كامل بالمغرف كما راكم تشوفوا، خلطت مليح البيض، فارينة، الكاكاو، خلطتهم مليح، الزيت والسكر، خلطت كامل المكونات. زدت لها مغرف شوكولا تاع تيمو، يعني شوكولا الطري، وخلطت كيما راكم تشوفوا، خلطت كامل المكونات خلطتهم. انا هنا زينتها بشويه تاع الجوز كان عندي، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروهش. حطيتها في الميكرووند لمده 2 دقائق كيما راكم تشوفوا. يعني هذه الوصفه ما تاخش فوق 2 دقائق، يعني 2 دقائق تكون واجدة كما راكم تشوفوا، رائحة حرايه تشهي. فوالا، الكيك تاعي راه واجد، نتمنى تجربوها. هذه وصفة يعني رائعة وسريعة التحضير. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكراً.